عارف حضرتك مدام عبير. مدام عبير عبير مدام عبير، بس تقولي لي ايه المشكله قبل ما نبتدي عشان بس انا ابقى عارفه ايه الموضوع. مشكله. اتفضلي مشكلة. حضرتك اتكلمي، خدي وقتك مرسي. انا لسه بظبط حاجات. ميرسي يا استاذ. ميرسي. اتجوزت بقالي سنه ونص. انا اصلا مش مصريه. انا انت منين اصلا؟ معلش. من تونس. تشرفنا بيك. يعني حياته غير اللي انا كنت عايشاه، خصوصا اخته بيعملوا حاجات غريبه، بيتصرف بغرابه معايا، وعمل يعني شعوذه. اعمل انا بخاف اتكلم العظيم. اصلا لا اتكلمي. قولي لي، انا لازم ابقى عارفه كل حاجه. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير. ازي حضرتك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ كل الحمد لله. ازيك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طب هيقعدوا فين يا استاذ؟ اتفضل 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 يا حبيبي. اتفضل. يتصرفوا بقى، يقعدوا مطرح ما يقعدوا، دي مش مشكلتي. انا هخرج واقعدهم. بس اتعرف اسم حضرتك؟ حسن عبد الرحمن. حسن. وحضرتك؟ حسنات. حسنات. طب استاذ احنا ممكن نبتدي يعني؟ فاتمنى يا رب يعني ربنا يكرمني النهارده بما ان احنا ستوب. لو سمحتي، في واحده حضرتك قاعده حاطه رجل على رجل وقاعده على طرف الكرسي. احنا مش في الدوار هنا، فلو سمحتي خليها تقعد في حته تانية. في كرسي، في ديسك قدام لونه احمر وراه كرسي، تقعد عليه. عايز ابدا الحلقه دي. مش منظر انا شغالها معايا في الحلقه خالص. مشيها بره. قولي لها امشي اطلعي بره. تقعدي على الكرسي هناك. قولي لها امشي اطلعي بره. انا المخرج بيطلب من حضرتك انك تقعدي ورا الديسك الاحمر ده هناك على الكرسي. بس معلش. ما انا قاعده. ركز بس كده، هتلاقيها تنفع كويس قوي ان شاء الله. تاني من الاول. خير. كله خير ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. مساء الخير. بنيته اطلع بره يا بنيته. الله. كمل كمل. طب انا بس عايزه اعرف من حضرتك. بس على فكره عايزه اقول لك حاجه، دي كدابه. من غير اهانات يا استاذ حسن، عيب يعني. انا هوريها اساسا. انا هوريها اساسا ازاي تكذب كده يا استاذ حسن. ده دلوقتي في، انا هعرف. ما انا بقول مليون. انا هعرفها ازاي لو قاعدين في استوديو كده وفي مكان. ها، وتقوم عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ تعمل ايه؟ عايزة انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ انت اللي عايز تعمل. عايز تفضحينا إيه؟ يعني يا استاذ حسن اللي انت بتعمله ده. انت عليا. ردي عليا. ايه ده؟ انت بتهزر؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ واحدة. لا انت بتهزر. ثانية واحدة استاذ تركيلي، ما ينفعش اللي بيحصل ده. مفيش حد يجيب كوباية مية هنا؟ مالكيش دعوة. بس يا حبيبي ازاي انت ما تتكلمش؟ دقيقة واحدة. انت هنا ما تتكلمش يعني بعد اذنك. يعني هنا لما يقول يعني ايه ما تتكلمش؟ يعني ما تتكلمش. يعني ما تتكلمش؟ يعني لما اكلمك تبقى ترد. ابعد من كده، انت مالكش انك تتكلم. انا مش بكلمك انت. الله، حد يجيب كوباية مية. لا بالله، لا حول ولا قوة. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. الجايين يصلحوا. تصلحوا ايه؟ هو ده حد عايز يتصلح؟ اديها يا استاذ. لا اديها انت، مش مراتك. مش انت اللي سببت في الموضوع ده ولا انا اللي تسببت؟ مش حضرتك اللي طالبه المية؟ بس مش انت اللي سببت في الموضوع ده؟ ده انت حد فظيع. ما تخلينيش اذيك يا استاذه بعد اذنك يعني. تاذيني ايه؟ ما تخلينيش اذيك. انا خايف عليك. خايف عليا من ايه؟ انا خايف عليك. ده الراجل بيهددني كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول لك انا خايف عليك. انت مش خايف على نفسك؟ انت مش خايف على ليه؟ هخاف منك ايه يا حبيبي؟ مش مني انا. انا خايف منك ايه؟ لا مش مني انا. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يبقى معاها الست. مش مني. يبقى الست معاها حق لما تقول ان انت حد مشعوذ. يبقى فعلا مشعوذ. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوه. ده انتوا كان لازم تجيبوا شيخ معاهم. حد يشوف الحاجه اللي بتحصل دي هنا. مش ممكن. لا قوه الا بالله. انتوا جايبين نصلح ولا جايبين اشوف واحد بيعمل شعوذه وسحر؟ لا قوه الا بالله. حبيبتي. ايه دي حبيبتي؟ والله ده انا عايزه اطبطب عليكي. لا يا روحي، معلش اطبطب عليكي انا. اقعدي هناك. والله العظيم عايزه اطبطب عليكي. اقعدي
والله اقعدي. بقول لك اقعدي هناك. يا ست انت اقعدي هناك. الله ما انا بلف اهو. بتلفي فين واحنا في الحاره يعني؟ اقعدي هناك عايزين نصور. مفيش حاجه، مفيش حد من الانتاج هنا واحنا بنصور لوحدنا يعني ولا ايه؟ ما تقول لها، ما تلجم اختك. استاذ درديري شفاري جباري، يا ريت بعد اذنك ترد عليا. شفاري جباري، 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 شفاري جباري. أنسة حسنات اقعدي مكانك لو سمحتي. يا ستي تقعد اختك. ايه يا ستي احنا عايزين نخلص. ايه والله، والله كلنا عايزين مصلحتك. عايز مصلحتي؟ والله كلنا عايزين مصلحتك والله. لو عايز مصلحتي بعد اذنك خليها تقعد هناك بليز لو سمحت. بعد اذنك. نعم. شفاري جباري، شفاري جباري. ايه اللي هو ايه؟ خلاص خلاص يا ستي. شفاري جباري، شفاري. حسنات، حسنات. خلاص قلت خلاص انتهينا. طب متاكد انك عايز تصور الحلقه دي؟ ارجوك بعد اذنك اللي بتعمله ده مش كويس. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ استاذ درديري انت فعلا عايز تصور الحلقه دي؟ انت متاكد من الناس اللي جايبينها دي عايزه تتصلح؟ انا بصور اوريدي. وانت فكرك اني ما بصورش؟ ابو شكلك خلاص خلاص خلاص. نهدى نهدى نهدى. خلاص خلاص كل شيء خلاص الحمد لله. خلاص خلاص ايوه 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 خلاص خلاص. مدام عبير، مدام عبير انت كويسه؟ اتفضلي يا استاذ. مش قادره ايه، انت كويسه؟ خلاص خلاص انت. هما لازم يتطلقوا طبعا. نعم طبعا لازم تتطلقوا. لا طبعا ليه يا ست الكل؟ ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. ليه ده؟ انت قعدت معايا نص ساعة قرفتني في عشتي. يا هانم يا هانم بتحبني. بتحبك ايه؟ اسأليها هي قدام. طيب حضرتك. يا رب يا رب امين، يا رب تقول بتحبك ونخلص بقى ما نسجلش خالص. اسأليها يا ست الكل. بتحبيه يا استاذة؟ انا بحبه جدا. طب امال جايه تعملي ايه في البرنامج؟